الفن بين إخوانه وأخواته بعد حفاوة اللقاء وحرارة العناق وكرم الضيافة. لا أعتقد أخوتي أن ذلك كان ضروريا، وسأستعير تعبير للسيد النائب المحترم يوسف الرحمنية عن المجلس الشعبي الوطني لما قال خلال اجتماع للجنة السياسية عقب حديث بين الأشقاء: هنيونا، وهو تعبير دارج في المغرب أيضا، وأنا بدوري وسيرا على قول السيد النائب المحترم أقول لكم رجاء ثم رجاء باسم العروبة والأخوة والأمازيغية والإسلام: هنيونا.